اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معانا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية وعايز تباعها من خلال القناة، كل اللي على حضرتك هتتواصل معانا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 04-1-303-5-9-1. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وجميع مواصفات العربية، وان شاء الله هيتم عرض العربية على القناة، وربنا ييسر لكم الحال ان شاء الله ويتم بيع العربية من خلال القناة. وعلى فكرة الحمد لله بفضل الله طبعا اولا واخيرا، ناس كتير جدا اتباعت عربياتهم من خلال القناة. النهاردة ان شاء الله جبت لحضراتكم عربية شفرلي دبابة موديل العربية 2008 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله، هسيب حضراتكم دلوقتي مع بعض الصور الخاصة بالعربية، وبعدين هقول لحضراتكم على مواصفات العربية وكمان سعر العربية وكمان طرق التواصل مع صاحب العربية. يلا بينا على بركة الله. رجعت لحضراتكم من جديد علشان اقول لحضراتكم دلوقتي على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008. العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. العربية فيها عداد شرعي 300,000 كيلو. العربية الموتور محلش مسمار ولا غير اي حاجة. العربية فيها كاوتش جديد. العربية فيها بطارية جديدة. العربية حالتها ممتازة. العربية تعتبر من الممنوعات، مع ان العربية بقالها مدة كبيرة، ولكن العربية كل حاجة فيها جديدة. هقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008، سعرها 190,000 جنيه. سعر العربية 190,000 جنيه. قبل ما اقول لحضراتكم على طرق التواصل مع صاحب العربية، الفيديو اللي معانا النهاردة بتاريخ السبت الموافق 7/5/2022، يعني لو الفيديو مر عليه اكتر من اسبوع يا ريت حضرتك ما تتصلش بصاحب العربية، لانه غالبا بيكون باع العربية. لله التواصل مع صاحب عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2008 هيكون على رقم 012-29-97-95-09. الرقم مرة تانية 012-29-97-95-09. ده كان موضوعنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.